لا تفوت بلوي على ديزني جونيور، لكن الآن فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. تلعب بلوي أنها والدة كل هؤلاء الأطفال، وتطلب من والدتها أن تخبرها ما تفعله. هل ستنجح بلوي بالاختبار؟ حسناً يا أولاد، سنشاهد الفيلم. اجلسوا باستقامة ولا فوق بعضكم. برك، رجاءً ابتعد عن رياح. هذا جيد. أخضر، أمسك بيدي والدتك. هذا جيد، درجتان. يا أمي، ضربني أخضر. بصراحة تستحقين. هذا توجيه خاطئ. عزيزي أخضر، اهبط الآن. أظنهم بحاجة للتمرين. ما رأيك بأن يذهبوا للسباحة في المسبح بالداخل؟ أجل، هيا بنا. لما لا يمشون في خط مستقيم؟ لا يعرفون، عليك تعليمهم. انتبهوا لي يا صغار. لا أظنها فكرة جيدة. أنا ليس لدي غيرها. هيا يا أخضر، تستطيع السير وحدك. يواجه صعوبة في السير. غير صحيح، لدي ساقان. من هنا. لا لا، بالأسفل. أنا لا أفهم، لما تبتعد عني؟ ليس هذا بإرادته. يا أخضر، إن أخرجتك من هنا، هل سوف تتصرف بأدب أم سوف تطير إلى السقف؟ أنت تعرفين الإجابة. لا بأس، سوف أستخدم العصا. لا يجب استخدام العصا. إذن كيف أتصرف؟ أمسكتك. لحظة، علي أن أقيم تلميذ في مدرسة الأبوة. يا خبر، لقد أصبح وزنك ثقيلا جدا. فلتتركني. تفضلي. أهلا، إنها سريعة. يضحكها، درجتان. أمسكتك. لا أريد تنظيف أسناني. بينغو، هل شرحت سبب عنادك اليوم؟ أظنك جائعة، تحتاجين للأكل. سباق للمطبخ، هيا. يا للروعة، ممتاز. والآن ستحاولين مع أخضر مجددا؟ أهلا عزيزي، هناك بالتأكيد سبب لطيرانك، صحيح؟ ترى ما هو؟ ربما تحب الاكتشاف. هذا لطيف يا أخضر، لكن لم تكبر بعد لتبتعد كثيرا. إذن لقد أحضرت لك هدية، لأنني أحبك بشدة. يوما ما ستطير كما تحب، لكن حاليا سيساعدك ألا تبتعد. بفضل مثال والدها تعلمت بلوي أن تكون أما صالحة. عليكم محاولة فهم أطفالكم، وهذا ممتع أكثر. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.